شكرا سيد الوزير، وانتقل مباشره الى كلمه المستشار. نظموا هذا اللقاء التفاعلي، تنظموا فريق الاتحاد المغربي للشؤون المجلس المستشارين بتنسيق وبشراكه مع الاخوان في جمعيه الوسيط، واللي الهدف منه هو كيفاش نعملوا بشكل مشترك نوجدوا واحد الاليه داخل المؤسسه التشريعيه سواء مجلس النواب او مجلس المستشارين من اجل العمل المستقبلي بشكل اوتوماتيكي، كيفاش يمكن لنا تصبح مجموعه من واحد الاليه اللي نجعلوا من خلالها ان كل القوانين وكل مشاريع القوانين ومقترحات القوانين يمكن لها ان تتلائم مع التوصيات والمعاهدات الدوليه في هذا الشأن هذا، واللي مرتبطة أساسا بمجال حقوق الإنسان وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة بشكل عام، وكيفاش نجعلوا من مجلس النواب مجلس المستشارين الدور الريادي من أجل رفع مستوى المنظومة القانونية في بلادنا. التوصيات اللي هي صادرة على لجان المعاهدات هي توصيات جد مهمة، وهي تنبثق على الملاحظات الختامية المتعلقة بتقديم تقارير الدول بشأن تفعيل الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الأساسية التسع اللي بالحقيقة صادق عليها المغرب. أهمية هذه التوصيات أنها تعتبر خارطة طريق للدول من أجل تنفيذ التزاماتها، خارطة طريق بالنسبة للمجتمع المدني من أجل أن يساهم في دوره الترافعي، خريطة الطريق بالنسبة للفاعلين التشريعيين من أجل المساءلة فيما تم تنفيذه من طرف الدولة اللي هي طرف في الاتفاقيات الأساسية فيما يتعلق بتنفيذ أو فعلية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الأساسية.